المتقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا عن درس علم أصول الفقه، وقد كان لنا كلام يرجع إلى هذا التعريف الذي هو تعريف الحكم، بأنه خطاب الشرع أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وذكرنا ما أو شيئا ذكرنا شيئا مما ذكره العلماء حول معنى الخطاب فيما يتعلق بما هو مسكوت عنه، وقد بينا على قدر الطاقة والاستطاعة أن المسكوت عنه أيضا بشتى أقسامه يدخل في معنى الخطاب. نذكر اليوم مسألة من أهم المسائل ترجع أيضا إلى قضية الخطاب، ويدرسها علماء أصول الفقه حينما يدرسوا باب الحاكم، حينما يدرسون الحكم الشرعي وينتهون منه يدرسون الحاكم. فلا خلاف في أن الحاكم هو الله جل وعلا، لا خلاف بين جميع فرق الإسلام قديما في أن الحاكم هو الله جل وعلا، وإنما يختلفون في وقوع الحكم الشرعي، أيقع بالعقل أم بالنقل أم بهما معا إلى غير ذلك من أمور معروفة بين فرقة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها. وقد بينا السنة الماضية أو في الدورة السابقة بالأحرى بينا شيئا من هذا الكلام، نضيف اليوم بحول الله أمرا آخر متعلقا بالخطاب، أي بلفظ الخطاب. وفي هذه المسألة التي سميت في علم أصول الفقه بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، لكن في أمرين يعني أعمق وأدق، وهو تسميتهم الحكم الشرعية بالمعنى الأصولي، تسميتهم إياه بأنه خطاب، لماذا وكيف؟ فالخطاب في العربية إنما يصح حينما يوجد مخاطب ومخاطب، بمعنى أنك إذا كنت أنت أنا أو أنت يعني البشر تتكلم مع شخص ما فتحدثه فيقال أنت تخاطبه لأنك متكلم وهو متلقٍ. فلما كان الكلام رسالة بين مرسل ومرسل إليه في الكلام سمي ذلك الكلام خطابا، فأنت تخاطبه، لابد من وجود مخاطب. لكن حينما تكون تتكلم مع نفسك، جهرت بالكلام أو أسرت، المهم أن تتحدث لكن مع نفسك، عادة العرب أن لا تسمي مثل هذا خطابا، لأن المخاطب معدوم، المخاطب موجود، أنت تتكلم ولكن لا تلقي الكلام إلى غيرك، فيسمى هذا كلاما لكنه لا يسمى عندهم خطابا، لأن الخطاب خطب يخطب أي أنه حدث شخص آخر يتلقى كلامه بقصد، أي أنه هو المتلقي يدرك أن هذا الشخص يعنيه ويخاطبه، فهو يقصد إذن إلى الإنصات والاستماع، أي متهيئ لتلقي الخطاب، فيسمى ذلك الكلام الدائر خطابا. فها هنا إشكال يرجع إلى قضية كلام الله جل وعلا التي درست في علم الكلام، هل يصح أن يسمى خطابا أم لا، ومتى وكيف؟ لما؟ لأن فرق الإسلام اختلفت في هذا من حيث تعريف القرآن الكريم بما هو كلام الله جل وعلا، فلم يختلفوا في أنه كلام الله، نعم،
ولكن اختلفوا في صفته، أهو قديم أم غير قديم؟ ولذلك مشهور جدا هذا الخلاف الحاصل في هذه المسألة من قول الاعتزال أو المعتزلة بأنه كلام الله مخلوق، لأنهم فروا حسب زعمهم من الشرك والوقوع في الإثنية حتى لا يكون هنالك قديم غير الله، فقالوا إنما هو الله وحده القديم سبحانه جل وعلا، أما القرآن فليس بقديم، لأنه يتعلق في قولهم بالحادثات أي بالناس، هذا آدم وهذا إبراهيم وهذا قبله نوح وهذا موسى وهذا عيسى وهذا محمد عليهم الصلاة والسلام وهذا فرعون وهذا وهذا وهذا، وهذه أمور حدثت بعد، فأن يقال بقدم القرآن فذلك سيؤدي في ظنهم وعقلهم إلى القول بقدم هذه الأشياء جميعا، أي قدم فرعون وقدم إبراهيم وآدم وإلى آخره، فيؤدي إلى التعدد والكثرة، والله واحد لا شريك له. طيب نختصر الكلام في هذه المسألة، بادر الأشاعرة إلى القول بأن كلام الله غير مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى متكلم والقرآن كلام الله، فقالوا كلام الله غير مخلوق، لكن هم بما حللوا القضايا بالمنهج الجدلي العقلي على غرار المعتزلة، أولوا كثيرا من النصوص والمفاهيم التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا تتناقض والعقل، فقالوا بنظرية الكلام النفسي، وهذه من القضايا التي درست في علم الكلام وتسربت إلى علم أصول الفقه من هذا الجانب، حينما جعلوا يعرفون القرآن بأنه خطاب، الكلام النفسي ولله المثل الأعلى، وسنبين إن شاء الله الحق من ذلك جميعا إن شاء الله والصواب. قلت الكلام النفسي ولله المثل الأعلى كما يحدث أحدنا نفسه بنفسه دون أن يتلفظ بكلمة، أنت تفكر في ذهنك وتتحدث وتخاطب فلان وعلان دون أن يسمعك أحد، فهو كلام واقع في نفسك لم تتلفظ به بعد، فجعلوا ما يشبه هذا المعنى لله سبحانه وتعالى، وقالوا القرآن هو كلام أو كلام الله هو من قبيل الكلام النفسي، ثم حينما يحين الإبان إبان بعثة رسول من الرسول عليهم الصلاة والسلام تنزيل الآية، أي أن الله عز وجل يتكلم بذلك الكلام النفسي، فيكون آنئذ كلام ينزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فهو قبل أن يتنزل عندهم ليس بخطاب، وعند بعضهم لأن حتى الأشاعرة أنفسهم اضطربوا في هذه المسألة، فقال بعضهم بأنه قبل أن ينزل القرآن إنما هو كلام الله قديم نفسي وليس بخطاب، لأن المخاطبة معدوم، وإنما يسمى خطابا من بعد ما ينزل ويوجد المخاطب ويكون أهلا، هذا المخاطب يكون أهلا لتلقي الخطاب متهيئا لسماعه، قابله أم لم يقبله أو لم يقبله يعني المؤمن والكافر، فالمهم المخاطب موجود ومتهيئ عقلا ووجودا، أي أنه أولا موجود ثم هو على مقدورة من العقل لتلقي ذلك الخطاب، أي أنه واعي، هذا المقصود بالعقل هنا في هذا السياق، ليس طفلا صغيرا أو جنينا. فالحكم الشرعي إذن بما هو خطاب
هل هو من ذلك القبيل أو من هذا القبيل؟ قلت هذا من الشطط ومن الجدل الذي أضاع العقائد وأضاع علم أصول الفقه أيضا. وغير واحد من العلماء غير واحد من العلماء قال بأن علم الكلام فعلا قد أضاع الأصول، لأنه أدخله في متاهات جدلية لا عمل تحتها، وإنما العلم ما أفاد العمل، وسأبين هذا بحول الله. أولا من الناحية العقدية، المشكلة التي وقع فيها علم الكلام حينما استعمل المنطق والجدل في بيان الحقائق الإيمانية والصفات الربانية أنه وقع منهجيا في خطأ جسيم، ذكره غير واحد من أهل العلم من المغاربة الإمام أبو إسحاق الشاطبي وغيره كثير، وأيضا من المشارقة كثير كابن تيمية رحمه الله. لا يمكن أبدا لمن أراد أن يصوغ القضايا العقدية في علم الكلام أو غيره، يعني في عموم ما يسمى بالتوحيد أو في علم أصول الفقه، لا يمكن أبدا أن يصوغ القضايا الإيمانية والقضايا الشرعية صياغة منطقية عقلية، لا يمكنه إلا أن يقع في القياس، قياس الغائب عن الشاهد، وأي غائبنا هنا وأي شاهد. أنا بسط هذا الكلام بشكل آخر، يعني إذا كنا نريد أن نتعامل مع أمور الخطاب الشرعي بالمنطق العقلي، ماذا سيقع؟ قطعا وحتما سنقع في ورطة معالجة الخطاب الشرعي كما نعالج الخطاب البشري، هذا اللي نقصد بالقياس، قياس الغائب على الشاهد، كما نعالج الخطاب البشري. فأنظر مثلا إلى قولهم إنه لا يسمى خطابا إلا إذا وجد مخاطب ومخاطب، اسم فاعل ومفعول. علاش؟ لأن الكلام البشري هكذا، لا أقل ولا أكثر، لأنني حينما أتكلم داخل نفسي أسميه كلاما نفسيا، لأنها عبارة عن يعني خواطر تخطر بالنفسي وأتحدث دون أن أتلفظ، وهذا هو المخرج الذي أرادته الأشاعرة حينما قالت إن الكلام الرباني أو إن القرآن هو كلام نفسي حينما كان في الأزل، وإنه ليس بصوت وليس بحرف. حقيقة هذا أمر خطير، أنا تعجب والله حينما يعني أدرس هذه الأمور في كتب العقائد وأصول الفقه، تعجب لعقول هؤلاء الذين يجادلون فيما لا علم لهم به، وسأبين بحول الله. الذي يريد أن يوقع القياس على أمرين، هذا دبر المنطق والعقل، لا بد له من أمرين بصورة حتمية، أن يستوعب المقيس عقلا، وأن يستوعب المقيس عليه عقلا، وإلا فلا قياس. إلا بغي يعني تشبه واحد الحاجة بحاجة، ما يمكن لك تشبه واحد الحاجة بحاجة وانت كتجهلهم بجوج، أو تشبه حاجة بحاجة وانت كتجهل وحدة فيهم، لا يكون التشبيه حقيقيا بل يكون كلاما باطلا. بحال ماش، أنا أعطيكم واحد المثال، لما نقولوا هذا الرجل أو نسمي تسمية اعتباطية، نقول أحمد كالأسدي، تشبيه مخير معقول منطقي، لأننا نعلم أحمد منه في هذا المثال ديالنا، ونعلم الأسد بما هو وحش مفترس يتصف بصفات الجرأة والشجاعة، فنشبهه به يعني بناء على صفة جامعة بينهما كما يقول البلاغيون، إما الشجاعة إما القوة إما الافتراس أو ما شئت من هذا أو ذاك، يكون تشبيه جاري خدام
لأنه مبني على أساس منطقي وهو استيعاب الأمرين معا، أي الأصل والفرع. نستوعب عقلا المشبه الذي هو أحمد، ونستوعب المشبه به الذي هو الأسد، نستوعب هذا وذاك عقلا. في الأمور العقادية إشكال كبير، لأننا إن كنا نستوعب المشبه به فإننا لا نستوعب المشبه، إن كنا نستوعب المقيس عليه فإننا لا نستوعب المقيس عقلا، ولا يمكن أن يحصل ذلك أبدا. بمعنى نبغينا نتذكر على كلام الله عز وجل كيف كان في الأزل، يعني في أول الأول الذي لا يستطيع العقل عقله. الأزل هي البداية اللي ما عندها بداية، هذا أمر مجهول، يعني ما يسمي الرياضيون باللا نهاية في البدء. العقل لا طاقة له ولا قدرة له على استيعابه. فإذا كلام موغل في هذا العمق الغيبي كلام مجهول ولا يمكن للعقل استيعابه، فباش يجي ويدير له قياس على الخطاب البشري الذي هو خطاب واقع في الزمان والمكان وصادر من الإنسان، وكل ذلك نسبي، الإنسان نسبي يخطئ ويصيب، له بداية وله نهاية، ضعيف، وكلامه كهو، أي له بداية ونهاية، في يعتري الفساد والصواب وكذا صلاح خطأ إلى آخره، وكلام الله منزه عن ذلك جميعا بما هو صفة له سبحانه وتعالى، وكلام المتكلم صفة له، وكلام الله صفة لله جل وعلا، وصفة الله كلها متسمة بالإطلاق لا نسبية بل مطلقة كاملة، لا قدرة للعقل على استيعاب كنهها، وكلامه جل وعلا من ذلك. فلذلك يعني علماء الكلام دخلوا في حيص بيص كما يعبرون، دخلوا في مضايق كانوا في غنى عنها لما أرادوا أن يستوعبوا جوهر الكلام الإلهي وطبيعة الكلام الإلهي وحقيقة الكلام الإلهي، وهو أمر مستحيل عقلا. ولذلك مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي هو إمام مذهبنا عقيدة وشريعة، لما سئل السؤال التاريخي المشهور عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وسأل السائل عن الكيف، أي كيف يكون استواء الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى، فأجابه الجواب التاريخي المشهور، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأردف فقال والسؤال عنه بدعة. وهذا جواب لخص تاريخ الجدل العقلي في مجال العقائد، وهو الجواب الذي به نحسم كل قضايا الخلاف الدائرة في هذا الأمر، سواء في علم أصول الدين أو في علم أصول الفقه. الاستواء معلوم لأن النص جاء به كتابا وسنة موجود في القرآن، أما الكيف فمجهول، لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة. طيب، وكثير من الناس يتجاوز ويهمل تتمة كلام مالك والسؤال عنه بدعة، وإنما هذه التتمة هي مربط الفرس، بمعنى أنه يقول له هذا الابتداع، أي هذا الضرب من تفكير الذي لم يكن عند سلف الأمة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأتباعهم من التابعين، لم يكن معناه أنك تجهل الصحابة والتابعين بما أنهم لم يخوضوا في هذا،
لا، ولكن فيه معنى أعمق من ذلك، فيه هذا المعنى ولكن فيه أعمق من ذلك، حينما قال والسؤال عنه بدعة، أي أنها خارج المنهج الإسلامي، أي أن العقل ما خلق لهذا ولا قدرة له، لأنه ببساطة تعدين على ذات الله سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. أن تستوعب صفة واحدة من صفات الله بعقلك، تستوعبها يعني تستطع، يعني تحصل واحد صفة من صفات الله تحصيلا كليا، كالعلم أو كالقدرة أو ما شئت، معناه أنك صارت لك قدرة على تصور كل علم الله، لتدرك ما معنى كونه عليما بعقلك، وهذا يجعلك عليما على قدر علم الله، وهذه ألوهية وثنائية، وهو أمر مستحيل عقلا وشرعا. وإنما نعلم علم الله بما هو بكل شيء عليم، ولا نعلم تفاصيله، إنه ممكنش هذه الربوبية بكل شيء عليم، فلا يستطيع الإنسان أن يكون عالم بالصفة على ما هي عليه، لا يستطيع الإنسان أن يكون عالما بالصفة على ما هي عليه، أي أنه عالم بالصفة مثلا ديال العلم بما هو بكل شيء عليم، صرت أنت إذا ادعيت ذلك بكل شيء عليما، وهذا غير ممكن وغير واقع، طبعا غير ممكن عقلا ولا شرعا. علم الإنسان ضعيف، نسبي محدود، قطرة من بحرين. لذلك إذن محاولة تكييف كلام الله، أنسي هو أم ليس بنفسي، قديم هو أم مخلوق، كل ذلك متاهات، لأنها جميعا وبدون استثناء، سواء في ذلك دعاوى المعتزلة ولا الشاعرة، كل ذلك ضرب من الدعوة أن الإنسان قادر على استيعاب طبيعة الكلام الإلهي، وهو أمر مستحيل عقلا وشرعا، ولذلك جاءوا بتفاهات، تفاهات حينما تقارنها بالنصوص الشرعية كما وردت، كما وردت. ولنأتي لمسألة الخطاب، حينما عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله أو خطاب الشرعي أو الخطاب الشرعي، وقالوا بأن الخطاب لا يكون خطابا إلا إذا وجد المخاطب، أي الإنسان المتلقي، ألم يخاطب الله الإنسان؟ في نص القرآن، في نص القرآن خاطب الله الإنسان قبل خلق الإنسان، فما نسمي هذا؟ وحصل حوار وحصل جواب هذا الإنسان الذي لم يخلق بعده، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، في الرواية الأخرى ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. وبعض المفسرين يقول إن قوله تعالى شهدنا هو صدر من الملائكة، وبعضهم يقول هو من الإنسان، سواء هذا أو ذاك، فلا خلاف في أن المتكلم بقوله تعالى بلى هم الناس، هذا ما فيش الخلاف، وهذا خطاب واضح، متكلم مخاطب هو الله جل وعلا، ألست بربكم، ومخاطب واعي عارف اش كيسمع ومتهيئ للخطاب هو الإنسان، أين هو؟ في عالم الغيب، لأن العقل البشري لا قدرة له على استيعاب الروح أو معنى الروح، والنصوص في هذا واضحة، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
لا قدرة للإنسان بما هو حبيس الجسد، ما حدك في البدن ديالك، على استيعاب كثير من قضايا الغيب. وكثير من الأمور ستنجلي بإذن الله بعد مفارقة الروح البدن، وبعضها سيبقى في علم الله إلى الأبد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك المفسرون تضاربوا واختلفوا في معنى هذه الآية، فمن قائل إن هذا الخطاب كان في عالم الذر للناس، واختلفوا في معنى هذا الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم، أهي الأرواح؟ أهي صور نفسانية لها هيئة الجسد وليست بجسد؟ أم هذه أم تلك أم كل ذلك تخرصت؟ وإنما الذي تفيده النصوص والعقل في مثل هذه الأمور حقا من وقف عند حدود النصوص، لأن النصوص وحدها دون سواها قادرة على إيتاء المعلومات على قدر ما جاءت به مما أذن الله به، وكل قياس في هذا السياق فاسد باطل، لأن المقيس غيب مجهول، أو كما قال مالك والكيف مجهول. الكيف مجهول. ووقف الشراح، شراح الحديث، على الحديث الصحيح المتفق عليه: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وتحدثوا عن التعارف فيما قبل خلق الأبدان، في عالم الغيب، في عالم الروح، في عالم الموت الأول، كيف كان وكيف حصل وكيف يحصل، وهل خلق الله الروح قبل البدن أم لا؟ وفي هذا خلاف شديد بين العلماء، فمن يقول إن الروح سابق على البدن وهم جمهور العلماء، وهنالك من يقول لا، إنما الروح خلقت لحظة نفخها في البدن فقط. فالأمر إذن فيه إشكال لا يمكن حسمه، لا يمكن قطعه، لسبب بسيط هو أن القدرة العقلية البشرية محدودة جدا، ثم غير مأذون للإنسان أن يدخل هذا المجال، فإن فعل جاء بالتفاهات. لذلك قلت في البداية علماء الكلام في هذه القضايا رغم عقولهم الجبارة يأتون بالتفاهات، لأنهم يدخلون إلى مجال لا قدرة للعقل على الإتيان فيه بشيء. ونضرب لذلك أمثلة بسيطة: من يستطيع أن يشرح معنى الموت؟ من يستطيع أن يشرح معنى الحياة على طريقة المناطقة؟ يعني هذا الجدل المنطقي يعطينا حد عن الموت أو حد عن الحياة، والحد هنا بالمعنى المنطقي أي الذي يسمونه بالتعريف الجامعي المانعي، لأن الحد يقع بقصد بيان الجوهر، وهذا هو المشكل عند علماء المنطق وعلماء الكلام في هذه القضية من كلام الله جل وعلا وما تفرع عنها من قضية الخطاب الشرعي بما هو حكم شرعي. كل هذا الشيء وهذا الجدل في أصول الفقه هنا، هذا النازلة ديال تعريف الحكم وتعريف الخطاب الشرعي، راجع إلى يعني أمرين منهجي غير مصيب مخطئ أصلا، وهو محاولة وضع الحد لكل شيء. لا، ليس كل شيء يمكن أن تضع له حدا. الحد يعني ذاك التعريف المنطقي الجامع المانع، والذي يقوم على تعريف الشيء بجوهره. ولذلك يأتون بالجنس أولا، ثم يأتون بالفصل، يسمونه الفصل بعده مباشرة، وهو الخاصية الجوهرية التي تكون في الشيء ولا تكون في غيره، فيفصل المعرف عن سواه
كما مثلوا في الإنسان فقالوا الإنسان حيوان، هذا جنس دياله لأنه فيه الحياة، فيجمع الإنسان ويجمع البهائم والطيور والأسماك كلها، الإنسان حيوان هذا الجنس. ثم يقولون ناطق بزعمهم هذا الفصل، لأنه الناطقية هي جوهر الإنسان غير مسلم، وما يدرك أن الناطقية هي جوهر الإنسان، لأنه عندهم لا شيء أن ينطقه غير الإنسان، هذا في المنطق العقلي البشري المحدود. فأين نضع قوله تعالى قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أو ليس هذا نطقا وكلاما وخطابا؟ بلى. وتسبيح الجبال وتسبيح الطير، يا جبال أوبي معه الطير، وما شابه ذاك والأشجار التي تكلمت في معجزات الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهلم جرى. الأرض السماء قالتا أتينا طائعين، مفسرون الذين ابتلوا بالكلام يقولون قالتا بلسان حالهما، يعني أن هذا القول هو بلسان الحال، يعني لسان الحال، هذا واحد نوع من التعبير البلاغي، يعني كأنه ضربون من تشبيه، أي كأنها تقول بهيئتها وطبيعتها، فهي يعني الكائنات عندهم تسبح ربها بلسان حالها، ما تسبح الأرض دورانها حول نفسها وحول الشمس، هذا غير صحيح. قد يكون ذلك فعلا، بل هو ضربون من تسبيح قطعا، لكن لما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده نقول بلى نعم يسبح، وبلسان المقال لا بلسان الحال. بلسان المقال يعني أنها تتكلم كما يتكلم الإنسان، عندها وعيها، هذا الأمر لا يطيقه العقل البشري، مشغل هذا، لماذا تريد أن تستوعب كل شيء مما لم يؤذن لك فيه؟ ربي تعالى وضح النص واضح، ولكن لا تفقهون تشبيحه. لو كان الأمر هو الحركة الفلكية وكذا، الإنسان أن صار يفقه حركة الأرض، طيب إذن ما بقاش الآية خدامة، ولكن لا تفقهون تشبيحه، لا بالا خدامة، لأن الأرض تتكلم وتسعد وتفرح وتأسى وتحزن، ولا يدرك الإنسان لذلك سبيلا إطلاقا. العمق الغيبي للدين أكبر بكثير من أن يستوعبه الإنسان. الجانب المادي من الكون صغير جدا مقارنة بالجانب الغيبي منه. الغيب، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة إذا قورنا بعالم الغيب نقطة في بحرين، عالم الملك وعالم الملكوت. كثير من المفسرين يقولوا الملك يعني الملك المادي الأرضي، والملكوت يعني الملك الروحي، فملكوت كل شيء يعني عمقه الروحي. أنا كإنسان لي يعني في شيء هو ملك يملكه الله عز وجل، وفي شيء آخر هو ملكوت، فالملك الذي فيه هو الجانب المادي، وملكوتي عمق الغيب الذي أنا أجهله. ولذلك نجيب حد للحياة أو الموت لا تستطيع، فلا نعرف الحياة إلا بلوازمها وآثارها، ولا نعرف الموت إلا بلوازمه وآثاره. جيب أي واحد من علماء وخبراء الدنيا في علوم الطبيعية والتشريح الطبي وكذا يشرح لي الموت، لا يستطيع. غادي يشرحه، ولكن غادي يشرح يعني الآثار ديال الموت، النتيجة ديال الموت، وما يشرح شيء الموت شكون هو. الله أكبر. فالمقصود بلوازم الشيء آثاره والصفات المترتبة عنه، لأنه الموت بالنسبة لي حينما يفقد الإنسان قدرته على
ممارسة الحياة. ماذا نفعل؟ نعرف المجهول بالمجهول، نعرف المجهول بالمجهول. عرفنا الموت وهو مجهول بفقد الحياة، والحياة مجهولة لأننا لا نعرف من الحياة إلا لوازمها. باش نقول فلان حي، علاش؟ كيتكلم، كيضحك، كياكل، كيشرب، كينوض، عنده آثار. لا، هذه ماشي الحياة، هذه نتائج الحياة، لأن الأمر في نهاية المطاف في الموت وفي الحياة سيقودنا إلى الروح. ولذلك العلم المادي الذي لا يعترف بوجود الإله والعياذ بالله لا يعترف بالروح أصلا، وحل مشكلته بهذه الطريقة السلبية. انت أما الإنسان الذي له إيمان بالله وإيمان بالغيب من جميع الأديان فيدرك أن الحياة راجعة إلى وجود معنى لا قدرة للإنسان على استيعابه يحل فينا، فإذا فارقنا كان الموت. فلذلك إذن إذا كان أمر صغير وهو حياة فرض أو موته فوق طاقة الاستيعابية للعقل البشري، هذه غير حياة بنادم واحد، فرض واحد من جنس بني آدم، ما قادرينش نعرفوا حياته وموته، معنى جزئي صغير. كيف نتطاول على تعريف كلام كوني محيط بالكون كله الذي هو كلام رب العالمين؟ فلذلك المؤمن لا يقول في القرآن إلا بما ورد عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألفاظ يثبتها ويكيل هيئاتها وكيفياتها إلى الله. الله متكلم بهذا القرآن، خاطب به الإنسان، كيف ذلك؟ المؤمن يقول الله أعلم. والذي يريد أن يشحذ عقله فليجرب، ما خسرين والو. هذه قرون والعقول البشرية تتطاحن في هذا فلم تأتي بشيء. أغلب علماء الكلام ممن كتب الله لهم توبة في آخر حياتهم ندموا على كل ما قالوا من مقالات الهرطاقة، وتمنوا لو كان لهم إيمان العجائز كأبي حامد الغزالي رحمه الله وغيره كثير، ونسبت أيضا إلى شيخه الجويني أبي المعالي الذي تمنى أن يموت على ما ماتت عليه عجائز نساء نيسابور أو عجائز نيسابور أو كما قيل. نسب هذا الكلام الغزالي ونسب أيضا لشيخه. فالمقصود إذن أننا نعرف الحكم الشرعي بأنه كلام الله وأنه خطاب الله في الأزل إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد. والعلم في أصول الفقه إنما يبحث عن العمل، أما كيف انطلق ذلك وكيف كان فهذه أمر مسألة لا تعنينا من الناحية العملية. والقرآن كان ولا يزال في اللوح المحفوظ بنص القرآن، وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، فنصه مكتوب في اللوح بما يدل على أنه حرف أيضا، وأنه جعله الله هاهنا لك منذ الأزل، وهو من علمه، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي. فلذلك محاولة تفكيك هذه المنظومة هي ضرب من محاولة تصور الذات الإلهية. تصور هنا بالسين، طلع الصور، وذلك أمر مستحيل، ودونه هلاك العقل واضطراب النفس وضياع الإيمان. ولهذا ما أفسد إيمان الناس شيء قدر ما أفسده علم الكلام، وما أفسد الفقه وأصوله شيء قدر ما أفسده المنطق.
لما حاول أن العلماء أو بعضهم أو كثير من أسف العصور المتأخرة أن يمنطقوا كل المقولات الأصولية، فجعلوا الجدل دائرا حول المفاهيم حدا واستدلالا ومناظرة، وترك العمل والاستنباط العملي والتربوي، ترك ذلك كله هملا. إن المقصود بأصول الفقه في نهاية المطاف إنما هو استنباط الأحكام وتربية الناس على الالتزام بتلك الأحكام. لهذا إذن حينما نعرض قضايا أصول الفقه لا ينبغي أن نأخذها كما هي مطلقا، وإنما نأخذ منها النافع ونغربل ونرد ما هو دخيل على العلم وليس منه، كما صنعوا غير واحد من علماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر أمرا هاهنا ورد علينا ثم بعد ذلك نفرغ للصلاة بإذن الله. كثيرا ما نسمع بالدين الإسلامي الحنيف وملة إبراهيم حنيفة، ما المقصود باصطلاح الحنيف في هذا السياق؟ وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، شيء مهم جدا حقيقة، ولذلك أحببت أن أجيب عنه. الحنيف يقصد به في الأصل اللغوي هو المائل، المائل هذا الأصل في كلمة حنيف. حنف الشيء يحنف مال يميل، والدين الحنيف المائل، ولكن المقصود في حقيقة الأمر المستقيم. كيف ذلك؟ أولا أن إبراهيم عليه السلام مال عن عبادة الأوثان، هذا واحد وهو المعنى العام المتداول، ولم يلتفت إليها وأدار ظهره إليها. هنالك أمر آخر أعمق وأدق، وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان بين أمرين، شهوة للفساد والفجور ورغبة للصلاح والتقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها رياضيا. لو صار الإنسان في الوسط لوصل درجة الصفر، لو مال إلى الفجور لكان من الفجار، بقي الاحتمال الثالث أن يميل إلى التقوى، قد فلح من زكاها. فالتزكية ميلان بالنفس عن شهواتها وانجذاب إلى الله جل وعلا رغبا ورهبا، وهذا الذي حصل لإبراهيم، فصار دينه حنيفا أي مائلا إلى الله منجذبا إلى طاعته، وهو دين الإسلام، ولا منزلة بين المنزلتين، بمعنى أنه ما مقبولش ما يكون عندك سيئات ما يكون عندك حسنات. شحال من الناس في العوام كي تقول له هذا الهضره كيقول لك صلي يا فلان، ما كنصلي، يقول لك انا ما كنديرش السيئات، لا في السيئات غرق، لان ما معنى الدين؟ ان تحقق عبديتك لله، ان تتنصل من عباده ذاتك وحيادك. المحايد في الدين مرفوض، وانما المقبول من انتسب، انتسب ماشي حايد، لا انتسب إلى الله عمدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.